السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث، يتجدد اللقاء مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بند 3-7، الضرب في العدد 4، صفحة 66. كالعادة نبدأ سؤالنا الأول، بيقول لي أوجد ناتج الضرب. يقول لي 3 ضرب 5، 3 ضرب 5 معناها إن 5 مكررة 3 مرات، 5 زائد 5 زائد 5، وبالتالي الناتج يساوي 15. سؤال آخر، 2 ضرب 7 معناها إن 7 مكررة مرتين، 7 زائد 7 يساوي 14. طيب تعالى كده نشوف مع بعض النهاردة جدول الضرب في العدد 4، يعني هي العدد 4 هو اللي هيتكرر، ممكن يتكرر مرة أو 2 أو 3 وهكذا. عندي في الصورة بنت اسمها سارة، بتعمل مفرش، احنا عارفين المفرش يعني ايه، بتحط في المفرش 4 وردات. طيب يا ترى سارة لو عايزة تعمل 5 مفارش هتستخدم كم وردة؟ طيب تعالى كده نشوف، ادي عندك اهو اللي باللون الاخضر ده، المفرش الاول فيه 4 وردات، والتاني 4، والتالت 4، والخامس 4، او الرابع 4، والخامس 4، وبالتالي 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 يساوي كام؟ يساوي 20. لو انا اديت تجاوزيا بالاربعات وبدأت من عند المفرش الاول 4، لو زودت 4 هوصل ل 8، ونزود 4 نوصل لل 12، 4 16، نزيد 4 نوصل لكام؟ لرقم 20. نفس الكلام على خط الاعداد، لو بدأت اعد تجاوزيا بالاربعات، ادي 0 ازود 4 اوصل لل4، ازود 4 اوصل ل8، ال8 12، زيد 4 نوصل ل16، نزيد 4 نوصل الى 20. لو انت ملاحظ ان انا زودت الاربعة 5 مرات، وبالتالي 5 ضرب 4 يساوي 20. 5 ضرب 4 يساوي كام؟ يساوي 20. طيب الحاسبة هتوضح لي جدا جدول الضرب في العدد 4. اول حاجة عندي 1 ضرب 4 يساوي 4، يعني 4 مكررة مرة واحدة. 2 ضرب 4، الأربعة مكررة مرتين، 4 زائد 4، وبالتالي الناتج يساوي 8. 3 ضرب 4، نكرر 4 3 مرات زي ما انت شايف، الناتج يساوي 12. اللي بعدها 4 ضرب 4، نكرر 4 4 مرات، الناتج يساوي كام؟ 16. برافو. طيب اللي بعدها، لو انت ملاحظ ان الاربعة كررت 5 مرات والناتج صار كام؟ 20. يبقى انا المفروض هكتب هنا 5 ضرب 4. اللي بعدها 6 ضرب 4، زي ما انت شايف الاربعة مكررة 6 مرات، لو انا جمعت 6 مرات هلاقي ان الناتج يساوي 24. 7 ضرب 4، برافو، هنكرر 4 7 مرات، وبالتالي اهو اديني كتبت الاربعة 7 مرات، والناتج يساوي كام؟ 28. 8 ضرب 4 يساوي 32. آخر حاجة معايا، الأربعة مكررة 9 مرات، وبالتالي أنا هكتب 9 ضرب 4، والناتج هيطلع يساوي كام؟ اجمع الأربعة 9 مرات، الناتج هيطلع معاك 36. ده جدول الضرب في العدد 4، أو أبدأ عد تجاوزي بالأربعات، العمود الأخير اللي على اليسار. لو أنا بدأت عد تجاوزي بالأربعات 4 8 12 16 20 24 28 28 32 36. ده جدول الضرب اللي احنا هنستخدمه في تمارين اليوم. تعالى كده نشوف السؤال الأول، بيقول لي أكمل ماذا تلاحظ؟ ركز معايا. رقم ألف، تعالى كده نشوف مع بعض. أنا هسألك سؤال بسيط جدا، أنا موجود عندي هنا كام خيط؟
عندي خيط 2 3 4، وبالتالي هكتب في المربع الأول 4. الخيط الواحد فيه كم خرزة باللون الأزرق؟ عندي الخيط الواحد مثلا، لو الخيط الأول فيه كم خرزة؟ 1 2 3 4 5 6. إذا الخيط الواحد فيه 6 خرزات، يبقى أنا هكتب 4 ضرب 6. عندي 4 خيوط، الخيط فيه 6 خرزات، وبالتالي المجموع المفروض أنا أعد كل الخرز اللي موجود أمامي، الناتج هيساوي كام؟ 24. طيب تعالى كده نشوف رقم ب. المفروض احنا بقى فهمنا، يلا نعد كم خيط موجود عندي. تمام، 6، يبقى هنكتب في المربع الاول 6. طب الخيط الواحد فيه كم خرزة؟ يا استاذ 4 خرزات، يبقى هنكتب كام؟ 4. تمام، واحد بيقول لي هيطلع نفس الناتج اللي هو 24. فعلا 6 ضرب 4 يساوي كام؟ 24. ولو انت عديت كل الخرز اللي موجود عندك في رقم ب هتلاقي الناتج 24. سؤال، مين ملاحظ الفرق بين ألف وباء؟ ألف كانت 4 ضرب 6، الناتج يساوي 24، أما التانية 6 ضرب 4. حصل تبادل بين الأربعة والستة، بس الناتج ما اتغيرش، 4 ضرب 6، رقم ب 6 ضرب 4. احنا ملاحظين هنا حصل عملية تبادل، إذا عملية الضرب هنا يا شباب عملية إبدالية. عملية إيه؟ إبدالية. وماذا تلاحظ؟ 4 ضرب 6 يساوي 6 ضرب 4، لأن الضرب عملية إبدالية. السؤال رقم 2. طيب تعالى كده نشوف السؤال التاني. السؤال التاني ده سؤال جميل جدا، مديني كده الأرقام من فوق من 0 إلى 9، ومديني على اليمين الأرقام من 0 إلى 5، ومديني هنا أرقام. تمام، طيب عايزين نستخدم، احنا ممكن نسميها لعبة بسيطة جدا تساعدني في إيجاد النواتج. زي ما انت شايف 2 ضرب 7 يساوي 14، وبالتالي هو جابها ازاي؟ ادي 2 اللي هي باللون الاحمر، وادي 7 اللي باللون الاصفر. هتلاقي ان 2 ضرب 7 الرقم المقابل للاتنين وسبعة هو 14، وبالتالي 14. طيب تعالى كده نستخدم الشكل اللي قدامي ده عشان اجيب حاصل الضرب 3 ضرب 5. 3 ضرب 5، ادي 3 اهي، وادي 5 زي ما انت شفت كده باللون الازرق. هتلاقي ان 3 و5 هما الاتنين متقابلين عند رقم 15، وبالتالي 3 ضرب 5 يساوي كام؟ يساوي 15. تعال كده نشوف تمارين اخرى. نفس الشكل، وعايز اجيب الاسئلة اللي عندي. 4 ضرب 4، ادي 4 وآدي 4. تعالى كده نشوف 4 لما اضربها في 4 الناتج هيساوي كام؟ بص كده اهو زي ما انت شفت. طبعا 4 ضرب 4 مقابلين هما الاتنين عند كام؟ 16، وبالتالي هنكتب 16. اللي بعدها 9 ضرب 4، آدي 9 وآدي 4 اهو كده. تعالى نشوف بكام؟ 36. تمام، هنكتب 36. السؤال الأخير، 5 ضرب 5، آدي 5 وآدي 5 زي ما أنت شايف أهو، كام؟ 25، وبالتالي 5 ضرب 5 يساوي كام؟ 25. اكتب عبارة ضرب مناسبة. إذا كان للسيارة الواحدة 4 عجلات، فكم عدد العجلات ل7 سيارات؟ انا عارف ان انا لو عندي سيارة فيها كم عجلة او كم تاير موجود عندي؟ 4 عجلات. طب انا عندي 7 سيارات، اذا 7 سيارات المفروض اضرب 7 ضرب 4 يساوي 28. يبقى اذا لو انا عندي 7 سيارات هيبقى عندي كم عجلة؟ هيبقى عندي 28.
إلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إلى اللقاء في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة